ألف مبروك لزميلنا أحمد الشقيري. الآن نفتح ملفنا الطبي لهذا الصباح عن التلقيح الصناعي أو أطفال الأنابيب. طبعا هي عملية يتم فيها خصاب البويضات خارج الرحم في المختبر، يعتبر أيضا علاجا رئيسيا للعقم عندما تبوء جميع الوسائل الأخرى للتكنولوجيا المساعدة للتناسل بالفشل. تقنيات جديدة لرفع احتمالية نجاح عملية أطفال الأنابيب سنتطرق إليها اليوم مع الدكتور فواز إدريس استشاري أمراض النساء والأجنة والعقم. صباح الخير دكتور فواز. صباح الخير حبيبي، وصباح الخير على جميع العرب والمسلمين إن شاء الله. الله يخليك. دائما لما تلجأ الأسرة والأب والأم أو الزوجين إلى يعني تقنية أطفال الأنابيب، نعم، يقولون يلا إن شاء الله تنجح، ودائما لما نسمع خبر أن في شيء ممكن يرفع نسبة النجاح نفرح، نعم، لأن في محرومين من نعمة الأمومة والأبوة ممكن أنهم يعني صحيح. أنت صادق طبعا، الحلو أنه الواحد يعرف إيش الباك جراوند، إيش نسبة الحمل أصلا العادي بالضبط، عشان لما نتكلم عن أطفال الأنابيب يكون في كومباريزن يعني أو مقارنة. فدائما احنا نشرح أنه نسبة الحمل العادي يعني لو عندنا 100 زوج وزوجة بيحاولوا أنهم يحملوا، نسبة الحمل الطبيعي في الشهر الواحد تقريبا بس 20%. طبعا بتحمل بس الزوجة والزوج لازم يحمل معها، يحمل مسكينة العبء والتعب هذا المفروض. هاي المفروض لكن احنا نتكلم عن نسبة 20%. أطفال الأنابيب طبعا أول ما بدأت أو الآن طبعا الستاندرد العالمي أوموست 30-35% نسبة النجاح في الشهر الواحد، لكن في مراكز توصل إلى 40-50%. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا الان الى 64%. حلو. احنا اللي هو المنطقه اي منطقه الشرق الاوسط ولا الخليج ولا السعوديه؟ لا حسب المركز، لا بتكلم على مركز اوكي، لانه يعني لما تطالع حتى في الستاتستكس حقت امريكا برضو تقريبا 35% اكروس ذا بوردر. اوكي، لكن في مراكز وصلت الى 64 و60 و65 و50 نسبة. فهي هي تعتمد على المركز. حلو. نعم. في هالحالة الحالات الأخرى ممكن تلجأ إذا كانت مقتدرة ماديا إلى يعني طفل الأنابيب. إحنا عندنا اليوم يعني تقنية صمغ الأجنة. أي هو طبعا غريب الاسم. أيه هو طبعا في تقنيات الآن مستحدثة، وطبعا كلمة مستحدثة ريليتيف يعني نتكلم على الخمس سنين اللي فاتت وليست يعني اليوم. لكن طبعا تطبيقها مش ما بيحصل في كل مكان. وهذه التقنيات هي اللي ترفع يعني من احتمالية النجاح، منها زي ما تفضلت صمغ الأجنة. أوكي. صمغ الأجنة هو طبعا من اسمه إمبريو جلو أو صمغ الأجنة، هي مادة احنا لما نرجع الأجنة إلى داخل الرحم بنحطها في حاجة اسمها الميديا اللي تعيش فيها. فهذه الصمغ مادة شوية لزجة أكثر وبترفع احتمالية التصاق الجنين جوة الرحم. الناس اللي ما يعرفوا أنه أنت لما ترجع الجنين أنت بتلصقه جوة، أنت ما بتلصقه، هو بيسبح جوة الرحم لمدة 3-4 أيام تقريبا. أوكي. فالمادة هذه تساعد على بقائه وتساعد على التصاقه إن شاء الله. حلو. وكيف ممكن تصير هذه العملية؟ كم تحتاج من الوقت؟ كم يوم تظل مثلا الأم أو الأم مستقبليا، نعم، في المستشفى؟ يعني كيف عشان نعرف بس؟ أيوة. هو طبعا يعني بعد إرجاع الأجنة أنا يعني ما أبغى أطول على المشاهدين، لكن أطفال الأنابيب باختصار زي ما تفضلت أنت، البويضات من الزوجة، الحيوانات المنوية من الزوج، تلقح خارج الجسم مختبر، تجلس في الحضانة 2-3 أيام 4 أيام على حسب، وترجع للزوجة. إذا رجعت إلى داخل الرحم، مو الزوج هذه المرة، إذا رجعت إلى رحم الزوجة طبعا الاعتقاد الخاطئ أنه لازم تفضل نائمة وما تتحرك، وهذا كلام خطأ بالضبط. هاي لا، بالعكس، إذا رجعت الأجنة إلى داخل الرحم فيها تمشي على طول يعني كان هي وحده طبيعيه ما تدري متى بتحمل. بالضبط. يعني هو الوحده لما تحمل الطبيعي ما تدري ذاك اليوم ايش كانت بتسوي، في الجيم ولا مع صاحباتها ولا بالضبط، فلا ما في اي علاقه له بالراحه بشكل طبيعي. نعم. لكن الصمغ هذا احدى الوسائل، طبعا في وسائل اخرى. بالضبط. خلينا نتكلم. في عندنا حاجه اسمه ترقيق جدار الجنين. طبعا ترقيق جدار الجنين لو ما ادري اذا يبان على الكاميرا عندنا في بعض اللقطات يمكن اذا مرت علينا. ايوه، لكن انا يمكن اشرح لو المخرج يبين. الجنين له جدار حوالينه والخلايا داخل الجدار هذه، فلازم الجنين يفقس، احنا نسميه هاتشنج، يطلع من الجدار هذا عشان ينغرس جوا. احنا نجي نعمل ترقيق لهذا الجدار عشان نسهل خروجه، خروج الجنين. طبعا هذه مرت في مراحل، يعني كان في حاجه اسمها ميكانيكال اول شيء وبعدين كيميائي. يعني الميكانيكال يعني تجيب الابره وتعمل زي فتحه صغيره. أوكي. هذه طبعا كان لها مشاكلها، بعد كده جت الكيميكال الاذابه، نستخدم مواد مذيبه برضو لها مشاكلها، تخاف تدخل كثير على الجنين وكذا. اما الان الشيء الحديث اللي هو الليزر. فالليزر نجيب الليزر، نسلط الليزر على منطقه معينه في الجنين في الجدار، وزاب زاب زاب تعمل فتحه صغيره او تضعف الجدار هذا،
فيسموه ليزر اسيستد هاتشنج او مساعده الهاتشنج او التفقيس بواسطه الليزر. حلو، يعني لا يدويا ولا دخلت مواد كيميائيه. بالضبط، عباره عن ليزر مستخدم. بالضبط. وهذه ايضا تاخذ وقت ولا هي وقت المختبر بس؟ لا، هذه ما تاخذ يعني اقول ثواني، لكن تتكلم على دقيقه. يعني حتى لو بعض الازواج عندنا يقرروا على عمل هذا الليزر مثلا قبل الارجاع، ما يعني ياخذنا دقيقه او اثنين بالكثير، ونفس الزاب نفسه ياخذ ثواني. ايوه، ثانيه كمان او اقل. بس القرار، بس تحضر القرار. القرار ياخذ. هنا يجي على الدور الشرح للمريض يا خالد حبيبي. يعني طب يعني ضروري جدا انه الزوجين وليست الزوجه فقط، انه يكون على فهم وعلى اطلاع من الاول. أوكي. على كل حاجه. يعني احنا للاسف نشوف بعض الازواج خاضوا تجربه اطفال الانابيب وخرجوا منها لما يجوا يعني في مناطق اخرى، وهذا لما يجوا تسالهم ايش سويتوا، كم اخذتوا الجرعه، ايش كم بويضه سحبوا، كم لقحوا، كم ترجع، ما يعرفوا. كانها رحله مبهمه دخلوها وخرجوها ما هم عارفين. انا في اعتقادي المريض لازم يكون جزء لا يتجزا من اخذ القرار في كل الخطوات، من يوم ما يجيك في الكونسلتيشن الاولي، متابعات الالترا ساوند، يوم السحب يدخل الزوج، المفروض يكون مع الزوجه حتى لو هي نايمه ويشوف كل حاجه قدامه. قال لهم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. حلو لما يشوفك بتسحب البويضات، حلو لما يشوفنا بنرجع الاجنه، وحتى لما نرجع الاجنه، يعني احنا عفوا قبل ما نرجع حتى الاجنه اول شيء نوريهم هي لايف، يعني مش صور، نشبكها في مايكروسكوب اللي في المختبر، مشبوك على شاشه يشوفوا قدامهم الاجنه اللي حنرجعها. ولما عشان كمان نقول لهم اجنه ممتازه عشان تجاملهم او عشان يعني تغمم عليهم، لا، لما تقول ممتازه انت بتوري انها ممتازه قدامهم. ولما ترجعها طبعا بيشوف الارجاع، لانه بنوري له في جهاز الالترا ساوند او التصوير التلفزيوني فين انت بترجع الاجنه، حتى احنا نقول له حنرجعها في المحل الفلاني قبل ما نرجعها. حلو. عشان لما ترجعها يشوف. حلو. فضروري انه يكون الزوجين على اطلاع، واحد لما يكون على علم حتى يعني القلق او الشك عنده يقل، فيكون مرتاح اكثر، ينعكس ايجابيا حتى على الزوجه. السؤال الاخير بشكل سريع بس، هذه التقنيات موجوده عندنا في المنطقه؟ والله هذه المفروض ان الاثنين المفروض انها موجوده في يعني معظم دول الخليج والعالم. التقنيه الحديثه جدا الان اللي هي ما اعرف اذا موجوده حتى في الشرق الاوسط، احنا الان الحمد لله وجدناها في مركزنا، اللي هي استخدام الابر الصينيه. الإبر الصينية طبعا الإبر الصينية من 5000 سنة أو صحيح. أكثر، لكن استخدام تقنية الإبر الصينية إذا صح التعبير أنها تقنية، لكن استخدام الإبر الصينية لتعزيز فرصة انغراس الجنين في الرحم، هذا شيء جديد. فإحنا بنعمل جلسات أو جلستين إبر صينية للزوجة، مش الزوج، أوكي. يوم قبل الإرجاع حق الأجنة، يعني قبل ما ترجع الأجنة تعمل جلسة، بعدين ترجع الأجنة وتعمل جلسة ثانية. والميكانيزم حقتها انه استخدام الابر الصينيه بيقلل تقلصات الرحم، فتقبله للجنين بيكون اكثر، وبيزود كميه الدم اللي رايح للرحم. حلو. طبعا هذا الكلام كله عليه دراسات، يعني احنا العلم الان انتهى عهد العلم اللي فلان قال وفلان قال، الان كله بالدراسات دراسات وكذا، فهذه كلها مثبته بدراسات. نعم. نشرت في مجلات عالميه معروفة ومن أرقى المجلات المتخصصة في العقم. جميل دكتور، طبعا هذه معلومات جدا مهمة، ويكفي أنها تعطي أمل لكثير من الزوجات اللي يشوفون الآن وعندهم مشاكل في الحمل. كل الشكر لك دكتور فواز إدريس، استشاري أمراض النساء والولادة والحمل الحرج والأجنة والعقم وأطفال الأنابيب والمنابر. شكرا جزيلا لك على تواجدك. شكرا. الله يعطيك العافية.